مشاهدينا أرحب بحضراتكم من هنا من قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاينماير. إشراقة يوم جديد في العلاقات المصرية الألمانية، فهذه الزيارة لرئيس ألمانيا الاتحادية إلى مصر هي الزيارة الأولى لرئيس ألماني إلى مصر منذ 24 عاما، زيارة تحمل في طياتها الكثير من عمق العلاقات الثنائية والراسخة ما بين مصر وألمانيا، والعلاقات القوية الوثيقة ما بين القيادتين في الدولتين مصر وألمانيا. فعلى الدوام هناك اتصال وتشاور مستمر ما بين القيادة المصرية والإدارة الألمانية. فعلى سبيل المثال، في الشهر الماضي فقط تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتلز، تناول مجمل العلاقات الثنائية ما بين مصر وألمانيا، وتركز الاتصال بالأخص على التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص الملف الفلسطيني والتطورات الحاصلة في قطاع غزة. وعن هذه الزيارة أيضا والتعاون الوثيق ما بين مصر وألمانيا، كانت هناك أيضا زيارة هامة للمستشار الألماني في أكتوبر من العام الماضي، وبعد أيام قليلة من الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تدخل عامها الأول على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، كان المستشار الألماني هنا في قصر الاتحادية في زيارة هامة إلى مصر. إذن نحن أمام علاقات ثنائية تشهد تطورا ونموا يوما بعد يوم، وهذه الزيارة المهمة للغاية للرئيس الألماني إلى مصر، والتي أشرنا مثلما أشرنا سابقا هي الزيارة الأولى لرئيس ألماني إلى مصر منذ 24 عاما. الرئيس الألماني يأتي إلى مصر ويصاحبه وفد من كبرى الشركات الألمانية، وحينما نتحدث عن القوة الاقتصادية الألمانية فحدث ولا حرج، ألمانيا تعد أول شريك للاتحاد الأوروبي والرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري مع مصر. وأيضا الاقتصاد الألماني هو الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي والرابع على المستوى العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي الوطني للاقتصاد الألماني. الاقتصاد في عام الألماني في عام 2021 بلغ حجم الناتج المحلي الوطني للاقتصاد الألماني 3 تريليون يورو و600 مليار دولار. والعلاقات الاقتصادية مع الجانب الألماني شهدت نموا كبيرا في الأونة الأخيرة، وألقت عمق العلاقات الاقتصادية وزخمها العلاقات السياسية وزخمها ألقت بظلالها على العلاقات الاقتصادية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في البلاد. فحجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا زاد في عام 2023 بمقدار 23.6%، وبلغ حجم التبادل التجاري ما بين مصر وألمانيا في هذا العام 6 مليار يورو و800 مليون يورو. هذه الزيادة هي زيادة كبيرة عن عام 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في عام 2022 5.5 مليار يورو. إذن نحن في نمو مستمر وزيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري وحجم التعاون الاقتصادي ما بين مصر وألمانيا. We'll be right back.
أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية المباشرة لمراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الألماني فرانك فالتر شتاين ماير، وذلك لدى وصوله لقصر الاتحادية، حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلام الوطني للبلدين. تعاون دبلوماسي واقتصادي على أعلى مستوى انتهجته مصر مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، تعاون قائم على تبادل المصالح المشتركة للطرفين، حيث تأتي ألمانيا على رأس هذه الدول التي حرصت مصر على توثيق وتعميق علاقاتها معها وبشكل خاص في العقد الأخير. علاقات راسخة تجمع مصر وألمانيا على المستويات كافة وخصوصا المستوى السياسي بين قيادتي البلدين إزاء ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقة والعالم. التنسيق بين القيادتين المصرية والألمانية يتعلق بالأساس بسبل دعم وتوطيد التعاون الثنائي وملفات دعم التجارة والاستثمار وتوطين الصناعة وتحفيز دور القطاع الخاص بين البلدين، بما يعكس متانة العلاقات السياسية بين القاهرة وبرلين. أما عن قضايا وملفات منطقة الشرق الأوسط فتنال اهتماما كبيرا من جانب زعيمي البلدين، وفي هذا الإطار تأتي الاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس، وكان آخرها الاتصال الذي جرى نهاية الشهر الماضي وتناول التطورات في الأراضي المحتلة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأكد الزعيمان خلال المكالمة على أهمية التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعلى أهمية كسر دوامة العنف بالمنطقة. وتتوافق القاهرة وبرلين على رفض بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، كما يدينان عنف المستوطنين المتطرفين وأي محاولات لطرد الفلسطينيين من أراضيهم. المستشار الألماني شولتس كان حريصا على تهنئة الرئيس السيسي بتوليه رئاسة مصر لفترة جديدة، وخلال تهنئته أكد شولتس أن ألمانيا ومصر تواصلان العمل معا بنجاح وبروح الشراكة في المستقبل. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا بالعديد من المجالات السياسية والاقتصادية، وترسيخ سبل التعاون مع مجتمع الأعمال الألماني وجذب الاستثمارات وإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات وتدشين اتفاقيات جديدة لمضاعفة الدعم الألماني للتعليم الفني والأساسي بمصر وإنشاء تحالف بين وزارة التعليم العالي والجامعات التطبيقية الألمانية والتعاون الملحوظ في مكافحة الإرهاب وتوحيد المواقف إزاء العديد من الأزمات الدولية. وفي ظل التقارب الكبير بين القيادة السياسية في البلدين، تحولت ألمانيا إلى شريك ناجح لمصر في العديد من المشروعات التي تبنتها الدولة من مشروعات قومية كانت لها المردود الإيجابي والكبير على المواطن المصري، وتعد مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا في الشرق الأوسط، كما تعد ألمانيا بالنسبة لمصر واحدة من أهم الدول الأوروبية التي تحرص القاهرة على تعزيز التعاون معها في كافة المجالات. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سيد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. بعد تحية، قراءتك لأهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الألماني ضيف مصر إلى مصر في هذه الفترة تحديدا، خاصة أنها أول زيارة لرئيس ألماني لمصر وذلك منذ 25 عاما. يعني أتصور هذه الزيارة زيارة مهمة وتاريخية، ذلك أنها تؤكد عمق هذه العلاقات القوية ومتانة هذه الوشائج التي تربط ما بين الدولة المصرية وما بين ألمانيا. تصور ألمانيا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، وأن مصر هي هذه الدولة التي تمثل الاستقرار والسلام، ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة، مفتاح السلام وبوابة، سواء كان للبعد الإفريقي، للبعد العربي، للبعد الدوائر متعددة تمثلها الدولة المصرية. فهذا اللقاء هو بمثابة يعني هذه القوة وتلك المتانة وذاك التدشين لهذه العلاقات التي بتحرص البلدان على مزيد من الدعم والتمتين وترقيتها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع ما بين البلدين في مختلف المجالات. هذه الطفرة الكبيرة في هذه العلاقات، وبتحدث هنا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، أسست لها أيضا علاقات سياسية قوية ومتينة خلال السنوات الماضية، كيف ترى ذلك؟ بالفعل كما تفضلت، يعني لكي تثمر هذه العلاقات الاقتصادية ولكي تزدهر وتحقق يعني نموا إيجابيا وتزايدا وتصاعدا، لابد من وجود أرضية سياسية، أرضية استراتيجية. وتصور أن الدولة المصرية في العشر سنوات التي خلت يعني دشنت وأكدت هذه العلاقات المتينة السياسية وهذه الأرضيات المشتركة الاستراتيجية مع مختلف الدول. كانت هذه السياسة المصرية والمقاربة الدبلوماسية المصرية الخارجية، خاصة على مستوى القمة، قمة الدبلوماسية الرئاسية، لأن تمتين هذه العلاقات القوية مع كافة الدول بتجعل هناك فرص كبيرة لازدهار هذه العلاقات الاقتصادية إلى التعرف على فرص مواتية استثمارية وغير ذلك من فرص. بناء على اللي حضرتك ذكرته، يعني هناك زيارات متبادلة وهي بتظهر مدى حرص الدولتين قيادة وحكوما أيضا على دفع التعاون بينهما لأفاق أرحب، في رأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر هذه الدفعة القوية؟ جميل، أتصور أن المجالات متعددة، سواء كان في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في مجالات النقل، في مجالات الاقتصاد الرقمي بشكل عام والاقتصاد الأخضر. ذلك أن يعني الدولة المصرية دولة هي دولة الفرص الواعدة، هي دولة ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي العبقري، هي الدولة التي تمثل البوابة للسوق الإفريقية وللسوق العربية ولغير ذلك من مزايا جمركية ومزايا تنافسية كبيرة. وأيضا يعني باعتبار أن ألمانيا هي التي هي قائدة ورائدة ذلك الاتحاد الأوروبي، كل ذلك يجعل من الضروري جدا ذلك التقارب، سواء كان على المستوى السياسي، سواء كان انعكاس ذلك على المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة. وتصور أن يعني العلاقات التي تربط ما بين البلدين هي علاقات فيها من المتانة والقوة، بحيث أنها تساعد على تقديم ذلك النموذج المثال والنموذج الذي يعتبر يعني رائد لهذه العلاقات، كيف تكون العلاقات ما بين الدول. ومصر دائما تضرب هذا النموذج في العلاقات القائمة على الندية، العلاقات القائمة على تبادل المنافع المتبادلة، مصالح المشتركة، وهذا هو لب ومفهوم فكرة العلاقات الدولية. نعم.
نعم، العدوان على غزة، هذا الملف تحديدا بيفرض نفسه وبقوة على صدارة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لجميع دول العالم يعني بشكل عام، وبالطبع مصر وألمانيا بشكل خاص. كيف يمكن البناء على ذلك للوصول إلى جهة موحدة في مواجهة هذا العدوان ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في رأيك؟ يعني مصر لا تترك شاردة ولا واردة، وتستغل كل هذه كل تلك مروحة العلاقات التي تملكها بكافة الأطراف، خاصة بدولة مهمة كألمانيا. أتصور فيه أنه تدشن وتبلور هذه الرؤية المصرية في ضرورة الامتثال لقواعد القانون الدولي، في ضرورة تطبيق الشرعية الدولية، في ضرورة الالتجاء والانصياع والامتثال دائما إلى هذه المبادئ، سواء كان مبادئ التنظيم الدولي، سواء كان القرارات الدولية ذات المرجعية، لأن هذا هو الضامن، لأن هذا هو المفتاح، لأن هذا هو طوق النجاة الوحيد، لأنه لا طريق لتحقيق الاستقرار وحفظ السلم العالمي إلا بهذا الطريق، لأن غالبا القانون هو وضع القانون الدولي العام والقرارات الدولية والتنظيم الدولي العام بشكل عام، كل ذلك النسيج وضع من أجل تحقيق الاستقرار، من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأنه يعني لا سبيل إلى تحقيق هذه يعني عودة الأمور إلى طبيعتها وإلى تحقيق الاستقرار إلا عن طريق ذلك. وتصور أن العلاقات الألمانية وهذا التشاور وهذه الرؤية بتبلور وبتجعل أنه من السهولة إيصال الصوت المصري والرؤية المصرية أوروبيا، ودولة مهمة كدولة ألمانيا اقتصاديا وسياسيا، لتحقيق ذلك وللضغط على سواء كان الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي لتحقيق ذلك الأمر، فكرة حل الدولتين، فكرة إعلان الدولة الفلسطينية، أن هذه الأمور ليست شعارات، أنها ليست جمل رنانة فقط، أنها ليست للاستهلاك المحلي، أنها يعني كما أكد الرئيس السيسي من المفروض ألا تفقد مضمونها وألا تستنفذ أغراضها، وإنما من المفروض أن يعني يكون لها مردود وأن يكون لها نتائج وآليات لتحقيق ذلك على الأرض. تصور أن تحرك الدولة المصرية سواء كان من اللحظات الأولى في مؤتمر القمة القاهرة للسلام، سواء كان في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الاستثنائي، كل تحركات الدولة المصرية اتصالات فيها تواصل، وكل هذا المجهود الدبلوماسي المضي من أجل الوصول إلى يعني حل هذه القضية المزمنة وعودة الحقوق لأصحابها عن طريق استغلال هذه العلاقات المتينة المصرية بكافة دول العالم ومنهم دولة ألمانيا. إذا ما عدنا مرة أخرى إلى الشق الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وألمانيا، ألمانيا دكتور طارق بتعتبر هي الشريك التجاري الأهم لمصر في أوروبا، من وجهة نظرك كيف يمكن البناء على ذلك وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنتظر البلدين؟ يعني بالفعل يعني ألمانيا باعتبارها يعني هذه القاطرة وهذه القوة التي يعني بيسير من خلفها الاتحاد الأوروبي، وأن هذه القوة في سبيلها إلى أن يكون لها معادل ومكافئ وموازي من الناحية السياسية، أتصور هذا هو المستقبل ألمانيا. أيضا يعني الدولة المصرية باعتبارها هي ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة، أنها عمود الخيمة لتحقيق ذلك الاستقرار، أنها الدولة الأولى التي نسجت السلام مع إسرائيل، وأن السلام مع دولة كالدولة المصرية هو الذي يعني في سبيل أو من شأنه أن يحقق الاستقرار في العقود الماضية. فأتصور أن كل ذلك من شأنه أن يعمق علاقات وتقارب أكبر وأعظم ما بين الدولتين المصرية والألمانية. أيضا يعني في الثقافة المصرية إذا تنظر هذا الإعجاب وهذا الاحترام للفكرة الألمانية، حتى فكرة الماكينات الألمانية، للصناعة الألمانية، قدرة ألمانيا على كيفية أنها استطاعت أن تنطلق من بعد الحرب العالمية الثانية وهذه الهزيمة وذاك الانتصار إلى ذلك الانتصار الاقتصادي وتلك الطفرات والتقدم التكنولوجي الرهيب، وهذا النموذج
يعني هناك احترام لهذه الفكرة وهذه التجربة الألمانية. أيضا مصر بعدما خضت تاريخيا كل هذه الجائحات وكل تلك الحروب التي تستهلك الاقتصاد وتهلك الحرث والناس، الحروب 48 56 67 73 الاستنزاف، كل هذه الحروب أيضا كانت حققت السلام وتريد أن تحقق يعني نهضة وطفرة على المستوى الاقتصادي والمستوى الاستثماري. حتى ما بعد الثورات 2011 و2013 كانت هذه الرؤية المصرية ليس فقط في محاربة الإرهاب والتطرف، وإنما أيضا في البناء، في تحقيق النهضة، في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، في هذه النقل التي تحققت للموانئ الجديدة، للطرق الجديدة، للجمهورية الجديدة. تصور أن كل هذا من شأنه تحقيق مزيد من التقارب للتعرف على الفرص الاستثمارية المواتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المنطقة الاقتصادية في 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 شرق في بورسعيد. يعني كل هناك فرص كبيرة واعدة ضخمة في مصر. أيضا هناك رغبة في الاستفادة من هذه التجربة الألمانية في الصناعات وفي شركات الطاقة وفي غير ذلك من الأمور. كل ذلك يعطي زخما وتقاربا ما بين الدولتين والشعبين في مصر وفي ألمانيا. أشكرك شكرا جزيلا خبير العلاقات الدولية دكتور خالد طارق البرديسي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، زيارة مهمة جدا للرئيس الألماني لمصر، وبتعتبر تكليل وتعزيز للشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين. قراءتك لهذه الزيارة مهمة جدا، وأنا من الذين يعني المعجبين بألمانيا وسياستها وقدرتها على تحقيق المعجزة الاقتصادية الألمانية. بلد دمر فيه بعد الحرب 90% من بنياته الأساسية، فأعاد إقامتها وصار يشكل واحد من أكبر اقتصادات العالم. بل أن ألمانيا وصلت سنة 2009 لأنها أكبر مصدر في العالم قبل أن تأخذ الصين هذا المركز. وبالتالي نحن ننظر الماكينة الألمانية كما قال ضيفك السابق نظرة مودورة احترام شديد. أيضا للعلم الألمان معجبون جدا بالسياسة الخارجية المصرية، خصوصا منذ وقت الرئيس أنور السادات الذي نجح في إيقاف الحروب وبدأ عملية سلام عادت بناء الاقتصاد المصري وأبعدتنا لمدة 70 سنة دلوقتي عن الحروب المتكررة التي كانت تنهك القدرات والاقتصاد المصري. فهناك تقدير متبادل، والألمان يسعون دائما لدعم قدرات مصر الاقتصادية، دعم قدراتنا الاستراتيجية والمساندة في موضوع السلام في الشرق الأوسط. وزير خارجية ألمانيا تحدث كثيرا وزار إسرائيل من أجل أن تعود إلى جانب الصواب في سلوكياتها تجاه الشعب الفلسطيني. إذن ألمانيا شريك يعتمد عليه. أيضا بعد قوي جدا في العلاقات المصرية الألمانية أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي وقعنا معه اتفاق للمشاركة منذ سنة 2001. ويغطي كل العلاقات الاستراتيجية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلاقات الشعوب. لنا أيضا جالية مصرية كبيرة في ألمانيا تنعم بكل المعاملة الطيبة، وكثير من المصريين صاروا يحملون الجنسية الألمانية. علاقات متعددة متسعة الآفاق، ونستفيد طبعا من مثل هذه المشاورات وهذه الزيارات. وبالفعل يعني هذه هي النقطة التي أود أن أتوقف عندها سيادة السفير، أنه هذه العلاقات عززتها بشكل كبير الزيارات المتبادلة بين البلدين، وبيتجلى أيضا ذلك في حرص الدولتين قيادة وحكوما على دفع التعاون وهذه العلاقات لأفاق أوسع وأرحب. برأيك كيف يمكن أن يكون هناك فرص أكبر لتوثيق وتعميق هذا التعاون والشراكة بين مصر وألمانيا؟ هو كما تفضلت، هو دائما أكون مطمئن طالما الحوار مستمر، لأن الحوار ينبئ دائما عن أفكار مشتركة، عن تبين مجالات لم نطرقها، عن مجالات طرقناها ونريد دعمها. وخصوصا أننا
كسبنا في السنوات الأخيرة استعادة دبلوماسية الرئاسة. يعني يمكن 10-15 سنة في نهاية حكم الرئيس مبارك رحمة الله عليه كان بحكم السن ومحاولة الاعتداء عليه في أديس أبابا صار عازفا عن الزيارات الخارجية، بينما أنا مثلا خدمت في ألمانيا لمدة 4 سنوات شاهدت 7 زيارات لرئيس مصر إلى ألمانيا. هذا يوضح لك مدى أهمية نظرة مصر للعلاقة بين الجانبين. ثم لدينا اجتماعات تتم 2 مرات في السنة على مستوى وزراء الخارجية الأوروبيين بالكامل زائد وزير خارجية مصر في إطار مجلس المشاركة المصري الأوروبي. لدينا 8 لجان تغطي كافة العلاقات بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي في الشأن السياسي في الهجرة، وبيننا اتفاق مكتوب مهم جدا في موضوع يهمنا الآن وهو محاربة الجريمة المنظمة. فنحن نتعاون مع ألمانيا ومع أوروبا في محاربة الجريمة المنظمة في صورة الإرهاب، في صورة غسيل الأموال، تجارة المخدرات، والاتجار في البشر أو ما نسميه بالهجرة غير المشروعة. كل هذه مجالات موجودة. ثم كثيرا ما كنت أداعب الألمان وأقول ماذا بنيتم في روسيا؟ فالروس يتفخرون بالسد العالي وفرنسا تتفخر بمتر الأنفاق، فيردون بتواضع شديد أن ألمانيا بنت في مصر محطات كهرباء قدر السد العالي 5 مرات، لكنهم ليسوا من محبي الدعاية المبالغ فيها، وبالتالي ساندونا في الطاقة. التليفونات أذكر في عهد الرئيس السادات يعني قامت إحدى الشركات الألمانية بطفرة كبيرة جدا، أصبحنا الحمد لله نتحدث في التليفون ونستخدمه كآلة مفيدة في وقتها كنا في حالة كارثية بالنسبة للاتصالات التليفونية. مجالات عديدة وخصوصا في التكنولوجيا الحديثة، يعني ألمانيا لا شك أنها داعم لمصر في كل المجالات. سيادة السفير، بالتأكيد مصر هي مركز للثقل وثقل يعني في المنطقة بالكامل من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة بشكل كامل. العدوان على غزة من أبرز الملفات التي تحتل الاهتمام، وذلك على يعني مستوى العالم بالكامل، وبالتأكيد أيضا بالنسبة لمصر وألمانيا. كيف يمكن تكوين جبهة موحدة من أجل وقف ما يحدث من تصعيد متواصل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق؟ هو وصلنا إلى أن كل تدمير تحدثه إسرائيل في البنية الأساسية الفلسطينية ويكون في مشروعات مهولها الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي يخصم الدمار التي أحدثته إسرائيل في الجبهة الفلسطينية من مساعدته لإسرائيل. يعني وصلنا لهذا، حتى تشعر إسرائيل أن الدمار يكلفها كما يكلف الفلسطينيين. وهذا موقف كريم جدا من ألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي. خذي أيضا أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، والفلسطينيون يعلمون هذا ويبنون الكثير من المشروعات في فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني. مطلوب منا أن نتوسع في هذا، مطلوب منا أن نشكل رأي عام عالمي يضغط لإيقاف هذه الحرب غير الذكية بالمرة، ولكن يعني دونها صعوبات كثيرة، لأن الحكومة الحالية في إسرائيل للأسف الشديد حكومة شديدة التطرف، لكنها أخطر من أنها شديدة التطرف أنها تجهل أبسط قواعد الحكومات والعلاقات الدولية، بل أن فيها وزراء يصرحون أحيانا بأشياء تضر بأمنهم القومي كدولة. وبالتالي علينا أن نتخذ سياسة نفس طويل بمساعدة أصدقائنا، وبإذن الله مع طول النفس مع الصمود الفلسطيني مع دعمنا لهذا الصمود الفلسطيني إن بإذن الله منتصرون. سيادة السفير، إذا ما عدنا مرة أخرى إلى الجانب الاقتصادي وحضرتك ركزت عليه أيضا في حديثك منذ قليل، بتعتبر ألمانيا هي الشريك التجاري الأهم بالنسبة لمصر في أوروبا، كيف يمكن البناء على ذلك من أجل إيجاد فرص استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة بين البلدين؟
هذا يتوقف على مجهودنا نحن أيضا. مطلوب منا أن نقوم بواجبنا المنزلي ونجعل البيروقراطية لدينا غير معوقة. النظام المصرفي نحاول أن نحسنه. الطرق والكباري بالمناسبة في مشروع دعمتنا فيه ألمانيا وتجدينه على سيارتك، فالأرقام الجديدة التي وضعت على السيارات هي مشروع منحة ألمانية لتحسين نظام الطرق والكباري ونظام المرور والسيارات والتراخيص. ده منحة ألمانية أنا شخصيا شاركت فيها. فيعني المجالات كثيرة، وعلينا واجب أيضا إلى جانب أن نطالب شركائنا بأن يأتوا ويستثمروا أن نيسر حياة هذا المستثمر ولا نعوقه ببيروقراطية عقيمة أو نظام مصرف يحتاج للتحسين أو طرق وكباري وموانئ. نحن سائرون في هذا الدرب بنجاح نسبي كبير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وتغطيتنا ما زالت متواصلة مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري، وما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية لمراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصوله قصر الاتحادية، حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلام الوطني للبلدين. كما نتابع جميعا مشاهدينا مدى قوة العلاقات وتميزها بين مصر وألمانيا، فهناك تعاون دبلوماسي واقتصادي وذلك على أعلى مستوى انتهجته مصر مع جميع الدول الصديقة، هو تعاون قائم على تبادل المصالح المشتركة للطرفين، وتأتي ألمانيا على رأس هذه الدول التي حرصت مصر دائما على توثيق وتعميق علاقاتها معها وبشكل خاص خلال العقد الأخير. مجالات عديدة جمعت الدولة المصرية بالدولة الألمانية، ويأتي على رأسها القطاع الاقتصادي الذي شهد طفرة كبيرة خلال العقد الأخير. حرصت مصر خلال هذه الفترة على إقامة شراكات ناجحة بأهم قطاعات الاستثمار وبشكل خاص في الطاقة والبنى التحتية. طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا أسست لها علاقات سياسية متينة خلال منذ تحمل الرئيس السيسي مسؤولية قيادة الدولة. مصر تعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا في شتى المجالات، سواء زيادة الصادرات أو جذب استثمارات مباشرة من ألمانيا لمصر، فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وقد انعكس ذلك على حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي ارتفع خلال العام الماضي 2023 بنحو 23.6% ليصل إلى 6.8 مليار يورو، مقارنة بنحو 5.5 مليار يورو في عام 2022.
وجاءت ألمانيا في مقدمة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر، وذلك خلال عام 2023 بقيمة واردات بلغت 4.1 مليار دولار. هذا وتتوزع الاستثمارات الألمانية في مصر بين 1620 شركة تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المصري وتوظيف آلاف العاملين. وتتركز الأنشطة الاقتصادية الألمانية في مصر بقطاع الطاقة، وخاصة توليد الطاقة الكهربائية والتعدين والنقل والبنية التحتية، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية. هو إذن زخم كبير في العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، أصبح يركز مؤخراً على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك الهيدروجين الأخضر لدفع عجلة الشراكة الاقتصادية الخضراء والمستدامة بين البلدين. ما زلنا مع حضرتكم مشاهدين في هذه التغطية الحية للزيارة المهمة للرئيس الألماني إلى مصر. ينضم إلينا للمزيد من المتابعة والتفاصيل الدكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد، تطور كبير للغاية شهدته العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الماضية، كللتها الزيارة الخاصة بالرئيس الألماني لمصر اليوم، يعني كيف ترى ذلك؟ ألو، أيوة مع حضرتك يا فندم. بنتحدث عن التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الماضية، وبالتأكيد بتعزز هذه العلاقات الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس الألماني لمصر اليوم. قراءتك لهذه الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت؟ هو طبعا العلاقات المصرية الألمانية هي علاقات تاريخية. المنتجات الألمانية هي منتجات بتخص ثقة المستهلك المصري بصورة كبيرة جدا. السياحة الألمانية هي سياحة مهمة جدا وسوق مهمة جدا بالنسبة لسوق السياحة المصرية. حجم تبادل تجاري ما بين البلدين يقترب من نحو 6 مليار دولار، وده رقم كبير جدا. العلاقات المصرية الألمانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقت دفعة كبيرة جدا من خلال المساهمة الألمانية في الكثير من المشروعات. المواطن المصري يلمس الوجود الألماني في مصر من خلال محطات الكهرباء الثلاث الكبرى التي تم تنفيذهم في مصر من خلال سيمنز الألمانية، والتي كان لهم دور كبير في التصدي لأزمة الكهرباء. أيضا هناك دور كهربائي، دور ألماني في مشروعات السكك الحديدية والنقل المستدام، النقل الذي يعتمد على الكهرباء والطاقة الجديدة، وهناك صفقات ما بين مصر وألمانيا في هذا الشأن. هناك أيضا رغبة من البلدين في دفع عملية التعاون بينهما. ألمانيا تعتبر حليف لمصر في الاتحاد الأوروبي، لأن الجانب الألماني بيتفهم بصورة كبيرة جدا الدور المصري الكبير اللي بتقوم به مصر في مجال السيطرة على الهجرة غير الشرعية. من هنا ومن خلال المبادرات الألمانية التي أقيمت في هذا الشأن، بتدعم ألمانيا التعاون المصري مع الاتحاد الأوروبي، ودائما ما تكون دولة من الدول المساندة لدعم مصر اقتصاديا ارتباطا بالاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتقديرا للدور المصري الكبير اللي بتقوم به في الحد من الهجرة غير الشرعية وغيرها من ملفات التعاون، سواء ما بين مصر وألمانيا أو ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. نعم دكتور وليد، يعني بنتحدث بشكل خاص على هذه العلاقات الاقتصادية، وأن قوة هذه العلاقات الاقتصادية أيضا بتعزز من الفرص الاستثمارية خلال الفترة القادمة. كيف يمكن تعزيز هذه الفرص الاستثمارية على مستوى الدولتين من مصر وأيضا من ألمانيا؟ وطبعا في هذه المرحلة على وجه التحديد مصر أصبحت جاهزة بصورة كبيرة جدا لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اللي بيأتي إليها. مصر ضخت تريليونات الجنيهات في البنية التحتية. مصر بتقدم حوافز استثمارات كثيرة ومتنوعة،
هذه المرحلة التي تروج فيها الدولة المصرية للفرص الاستثمارية الموجودة، بيكون من المهم جدا التواصل مع الجانب الألماني على المستوى الحكومي وعلى مستوى الشركات الكبرى من أجل عرض الفرص الاستثمارية، عرض الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري القادر على استقبال الاستثمارات. هذا التواصل وهذا التعاون يؤهل مصر لاستقبال استثمارات مضاعفة عما هو كائن، لأن السوق الألمانية أو الجانب الألماني يمكن أن يستفيد بالمزايا النسبية اللي موجودة في مصر، رخص العمالة، توافر مقومات الإنتاج، قرب مصر من الأسواق الاستهلاكية باعتبارها بوابة لإفريقيا وبوابة للوطن العربي والمنطقة بالكامل. يمكن للاستثمارات الألمانية في مصر أن تستفيد من أنها عندما يتم إنشائها على البحر الأحمر ومنطقة الاقتصادية في قناة السويس أن يكون لها مزايا في الوصول إلى الأسواق الأسيوية دون العبور وتحمل تكلفة المرور بقناة السويس، كما أنها يمكن لها إنشاء مشروعاتها في المناطق الصناعية الكثيرة التي تقوم بها مصر. الوجود الألماني وجود مرحب به، لأن هناك دائما ما يكون هناك علاقة ثقة كبيرة. الألمان يثقون جدا في مصر، مصر قامت بكل التزاماتها، كل الصفقات والاستثمارات التي استقبلتها مصر تمت في إطار منضبط وفي إطار تبادل عادل للالتزامات. وهناك أيضا تقدير متواصل من قبل ألمانيا لجهود دعم التنمية التي تحدث الآن والمشروعات القومية العملاقة التي يعني توجد في مختلف محافظات الجمهورية. حضرتك أشرت تحديدا إلى أنه البنية التحتية سهلت بشكل كبير من جذب هذه الاستثمارات. هو الألمان عنده يمتلكوا تكنولوجيا عالية جدا، ومصر في مسارها التنموي بتحافظ على الجانب البيئي والاعتبارات البيئية. ألمانيا متقدمة جدا في مجالات كتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة، كمعالجة المخلفات، النقل النظيف وفقا للأفكار الجديدة. إذن هناك تعاون بيتساهم به ألمانيا في أن يكون هناك تنمية مستدامة تراعي الاعتبارات البيئية. وبمراعاتها للاعتبارات البيئية يمكنها أن تجذب تمويلات منخفضة التكلفة تحقق التنمية في مصر وتراعي الاعتبارات الأممية وتتطابق مع استراتيجية مصر 2030. أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. مشاهدينا الكرام، تغطياتنا ما زالت متواصلة معكم دائما على شاشة التلفزيون المصري لحظة بلحظة. إلى اللقاء.